ولا يهمك، قسما بالله العظيم امك ده عيالك، ده عيل ندل ما يتعاشرش. عمري ضاع معايا يا رضوان. عمري اللي ضاع؟ لسه صغيره وزي القمر وصيدلانيه. الف مين يتمناكي؟ قسما بالله العظيم امه ده عياله لا تبقى من نصيبه. اه والله. وباعوا البيت لجمال حجازي. اه وجمال بيهد وبيبني مكانه برضه. مريم قاعدة مع مين في يوم؟ فتحي اخد لنا شقة لحد ما جمال يبني، نرجع نستلم الشقة اللي هو واخدها منه في البرج. ما جبتوهاش معاكوا ليه؟ من ساعة ما عزل وانا مش عارفة اكلم نجاية علشان استأذنها. مريم بخير يا نورة؟ اكيد يا رضوان، ما تخافش عليها، خرجناها انا ونورة هي زي الفل يا رضوان، اطمن عليها. على فكرة يا رضوان، ولا انا ولا نورة رضينا ناخد الورث. انا اصلا فتحي قال لي ماليش ورث، مش فارق لي ولا. انتوا ما تمسكتوش ليه؟ غلطانين، ده حقكم. الغلط اننا كنا نعمل غير كده. كنت بقى شماء معدينك في الصاله ولا اخدت اوضتي؟ عيب عليك يا ولد، قاعده في اوضتك طبعا. تنور، ده بيتك ومكانك. ربنا يخليك. على فكره يا رضوان، كان في فكره كده انا شماء فكرنا فيها، ما تستغل الوقت اللي انت فينا وتذاكر وتاخد شهاده بدل ما تضيع وقتك. اعمل بيها ايه الشهاده دي؟ هتنفعك لما تطلع برضو يا رضوان. انا دكتوره، لما هطلع مش هطول وارجع السجن تاني. انت ملهاش عايزه الشهاده دي. وانت عامل ايه يا نور؟ حماده، قلت لك 1000 مره لسانك ما يخطبش لسانها. بص قدامك،